دعما لدار الأيتام والاهتمام بهذه الشريحة المهمة، أقام طلبة كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة سامراء بازارا خيريا ضم العديد من المشاركات المختلفة الفنية والثقافية والاجتماعية، حيث سيذهب ريع هذا البازار لليتامى لإعانتهم على مواجهة ظروف الحياة المختلفة. طلبة إدارة واقتصاد جامعة سامر الحمد لله اليوم سوينا بازار خيري، راح يكون رائد دار الأيتام إن شاء الله. شاركوا وينا بيجات من داخل سامر ومن خارجه، ما شاء الله إقبال كلش قوي، مسابقات موجودة، فعاليات حلوة، الناس خطية تبرع والله ما قصروا، العمادة الجامعة كلهم ما قصروا. شاركوا ويانا من تكريت، بغداد، أربيل. احنا نطالب بالحكومة يا ريت يعني تباوع على الشباب اللي متطوعين، يعني بس اهم شيء شوية مثلا يقوى المشاريع اللي قاعد تصير، المشاريع الرياضية الفنية، المشاريع اهل الاكسسوارات والهدايا كلها، يعني ما اعمال تطوعية. فنطالب مثلا من الحكومة الدولة تباع عليهم حتى اذا مبلغ بسيط تقوى المشروع وتحفز الشباب البقية. مشاركة كانت حلوة اليوم بازار خيري، ونشكر جامعة سامرة لأن استضافتنا اليوم، أكو طاقات شبابية هواية، نتمنى من الدولة أو نتمنى من الحكومة تدعمهم وتوفر لهم فرص أكثر. نشكر جامعة سامرة على استضافة هيك بازار لدعم الأيتام وإظهار مواهب المطمورة في سامرة من أعمال رسم وشموع وغيرها وأعمال فنية، والمتنفس الوحيد للفنان والظهار العمل هو البازار. سامر معدومة من المعارض المشتركة الفنية، افتقد هيك معارض، مرات مواهب كثيرة يعني من البازار تشاهد أعمال جديدة ومواهب جديدة وحلوة. من خلال مشاركتنا ببازار جامعة سامراء صراحة البازار كلش فكرته حلوة، لأنه الحلو بالموضوع أنه الريع مالته راح يرجع للمنظمات الإنسانية، وهي كلش شيء كلش حلو. احنا أني أدعمه، والكل أريد الكل يشارك ويدعم هاي الفكرة، لأنه احنا إذا ما نلتفت احنا على المحتاجين والمنظمات الإنسانية ما راح يلتفت أحد ثاني.